بسم الله، توكلنا على الله. السلام عليكم اخواتي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طبقنا، يكون من مصر، وهي الاكله مشهوره جدا جدا وبحبها كثير كثير، وبيحبوها الاطفال والكبار والصغار، كل شيء كل شيء بصراحه ومفيده. اليوم هقدم لكم الملوخيه المصريه بس بطريقتي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا اليوم غدايا مصري بامتياز، هعمل الملوخيه المصريه مع الدجاج حمره في الفرن مع رز بشعريه ومع سلطه خضراء. هوريكم المقادير. طبعا هاي الدجاج غسلناه وخليته بالجلد لانه ححمره بعدين في الفرن، اوكي. وهاي الخضار اللي حسلق بها الدجاج، يعني حتى طماطم وحتى بصل، يعني حبه طماطم وحبه بصل وحتى جزر وحتى زنجبيل فريش وحتى ورق غار اوراق سيدنا موسى وحتى القرفه. احنا في المغرب ورق الغار بنقول له ورق سيدنا موسى، يعني هادو الخضار لما بنحطهم مع الشوربه مذاقها بيطلع لذيذ، وفي نفس الوقت بنزيد من قيمتها الغذائيه، يعني الفيتامينات بتاع الخضار كلها بتنزل في المرق، لانه المرق هو اللي حنعمل به الملوخيه. في المطاعم المرق بيكون عندهم اي شيء سلقوه بيجمعوا كله على بعضه بيعملوا الشوربه، بتلاقوا الطعم انتو ما غريب، ما تقدروش تطلعوه في البيت. بتجربوا هاي الطريقه وحتشوف، يعني هاي الخضار اللي حسلق بها الدجاج وحستعمل معاهم بس فلفل اسود وشويه هيل. الهيل هو قعقله في المغرب، لو ما لقيتوش قعقله ماشي مشكل، ملح الفلفل، ولكن المشكله الملوخيه ما عندناش في المغرب. اخواتي هعمل شويه هيل وشويه فلفل اسود، مش هعمل لا بهارات ولا شي، الزنجبير عندي والدجاج انا اوريدي الليل كله مغسول البارح بالليل، وعامله فيه ملح وملحه وعامله فيه زنجبير، يعني حكاه بالزنجبير والملح كتير وحطيته في علبه وحطيته في الثلاجه، يعني حتى مذاقه بيجي ملح حلو. بالنسبه للملوخيه هاي هي، جبتها فريش وعملتها انا في المفرمه، ما بحبش اقعد اقطع بايدي، عملتها وتطلع نفس الشيء فريش، وعملت معها ربع معلقه سكر عشان يطلع لونها اخضر، هاي سر من الاسرار عشان اللون اخضر، اوكي. وهعملها لكم بطريقه المطاعم، ما هعملها لكم بالطريقه العاديه اللي بتعملوها في البيت. وطبعا حنحتاج المرق بتاعت الدجاج اللي سلقنا فيه واللي حنطبخوا بها، والثوم، هاي الثوم حبشره صغير عشان حنقليه بعدين وحنطفي به الملوخيه، اوكي. وهعمل معاهم رز بالشعريه، البنات اليوم تعلموا الرز بالشعريه كيف بنعمله، بيطلع كتير لذيذ، بيمشي كتير حلو مع الاكل. والسلطه الخضراء هعمل فيها بصل وحعمل فيها خيار وحعمل طماطم وحعمل فلفل حار، احنا بنحب الفلفل الحار كتير، اوكي. يعني الحين حنبتدي عشان نوريكم طريقه عمل الدجاج. اخواتي حطيت الدجاج في الطنجره، حنصب عليها الخضار كلها، اوكي، وحنحط عليه الفلفل الاسود والهيل. بس في شيء انا ما بحط مي كتير، لانه انا صراحة الملوخيه بحب اعملها ثقيله، ما بحبها خفيفه مثل المي، يعني حتشوفوا بعدين كيف بعملها. وحعمل المي، المي حعمل بس شوي، لانه هاي الطنجره عندي لما بغطيها عامله مثل طنجره الضغط. حزيد كاسة مي ثانيه، وما ححط ملح لانه الدجاج اوريدي بيته الليل كله في الملح، وحرجع لكم نكمل مع بعض. اخواتي هاي الطنجره اللي حامل فيها رز بالشعريه، طبعا انا بوري البنات المبتدئات، البنات في المغرب، لانه احنا في المغرب ما بنعمل هاي الاكلات. البنات في المغرب الا فكرتوا ديروا الرز ركزوا معايا في المقادير بالضبط باش ما يتعجنش منكم، يعني اسمعوا الكلام اللي نقوله بالتفاصيل. اما ما شاء الله بالنسبه نتاع الشرق الاوسط ما شاء الله كلهم بيعملوا رز بالشعريه وكلهم شاطرين، وممكن انا اعمل شي غريب بس ما اظن، في الرز لا، الرز لازم يكون مضبوط مثله مثل الحلويات. بالنسبه للشعريه حنحطها الاول، حطينا شويه زيت البنات، الرز مع الشعريه تطلع الشكل ديالو روعه، ولكن هنا ما تاكلوش الخبز، يعني تاكلوا الرز بالشعريه مع الاكل، ما تاكلوش الخبز نهائيا، الخبز ياكلوه ولكن يعني مع هاد الاكلات الباميه، يعني الملوخيات يديروا لاصوص احمر، لاريكو لاصوص احمر، كله تاكلوا بجنب منهم الرز، ما تيديروش الخبز.
وهذا هو الرز بالشعريه اللي بيمشي كثير طيب مع الاكل كله بتاع الشرق الاوسط، بصراحه لذيذ. احنا في المغرب بنغمس الاكل، ما بناكله مع الرز، يعني ما بنصب مرق فوق الرز وسلطه وناكل مثل هنا. عشان كده انا قاعده بشرح للبنات، شفتوا يعني في هاي المرحله الشعريه بسرعه بتتحمر، البنات ما تخلوها تتحرق منكم، شفتوا يعني بس تاخذ هاي اللون الذهبي خلاص نحط الرز. الرز طبعا هنحمره مع الزيت، هاي الرز انا اللي استعملت سان وايت، سان وايت بصراحه بحبه كثير كثير مذاقه سبحان الله وكل شيء. البنات سمعوني، بالنسبه للرز كل رز ونوع، في رز اللي بيمشي كل كاسه رز معها كاسه مي، وفي رز اللي كل كاسه بكاسه ونص. انا هاي الرز بيطلع لي كل كاسه بكاسه ونص حامل، بس ما شاء الله هنا بيقول لك بس يكون كده نص سنتي طالع المي فوق الحرف بتاعت الرز بيمشي اوكي. يعني مثلا انا هاي الكاسه اللي حط عملت بها الرز، عملت كاستين رز، هعمل واحده وهاي وزنت بها اثنين، يعني هاي الكبيره حطيت اثنين من الثانيه لانه هاي لتر والثانيه نص لتر. يعني مثلا انا بصب، شفتوا سبحان الله طلع مثل ما قلت لكم ان الرز لازم يكون نص سنتي فوق الماء، يكون نص سنتي فوق الرز. هاي بس هخليه يغلي البنات عشان تتعلموا الرز بالطريقه الصحيحه. انا اليوم حوريكم كل مرحله، يعني الحين ححط الملح وغادي نغطيه ونخليه اول ما يغلي هنوريكم شو حعمل له وكيف حتعامل معاه. البنات شوفوا طريقه الرز الصحيحه، هانتوما دابا لما شلت الغطا شفتوا بهكا تنحركوا، يعني لما يبتدي يشرب تدخلوا المغرفه او المعلقه وتعملوا كده وتخلوه ثاني، يعني ما تخلوش خالص، لا لازم يتحرك مره مره باش المي تتوزع داخل كل رزايه، تمتص المي على قد ثاني ونخليه ثاني. يعني الحين لسه مخلينه على نار عاليه، لما يوصل المرحله اللي لازم اوطي فيها النار انا حوريها لكم، هتشوفوا معايا تاني. الحين انا وطيت النار قبل لانه عارفه بانه خلاص، يعني شفتوا لما تحطوا المغرفه وتلاقوه بانه ابتدى يلصق شوي خلاص معناتها ابتدى ينشف اوكي. بس هنعمل له كده، حوطي عليه النار على الاخر واخليه 10 دقائق بس. لما يتخلص العشر دقائق ما تفتحوا عليه، ممنوع تفتحوا الغطاء الا بعد نص ساعه. يعني الحين حوطي النار عليه واخليه 10 دقائق واطفي النار واخليه ولا حلمسه ولا شيء، بعدين حوريكم حيكون شكله كيف. اخواتي مثل ما بتشوفوا الدجاج الحمد لله ما حطيتلوش الملح لانه ذقته الحين، لقيت ما شاء الله الملح مزبوط، لانه مثل ما قلت لكم بالليل بملحه وبحطه في الثلاجه مع الزنجبيل الحمد لله. يعني الحين شوفوا الطريقه انا اللي بعمل بها الملوخيه، ما بحط مرق كثير او بشيل الدجاج واحط الملوخيه فيه وبتسر مثل المي، ما بتعجبنا بصراحه، بحبها انا بهاي الطريقه اللي بوريكم هلا. شفتوها ان شاء الله تكون واضحه. وبجيب الهاي وبعملها اوكي، بس وما حغليها فوق النار، ما حفتح عليها النار، حعمل ثوم وحوريكم شو حعمل ثاني. يعني انا باخذ المرق، قلت اوريكم مباشره، باخذ المرق من الطنجره، شوفوا ما شاء الله خضره بتجنن، باخذ المرق وبعود بعمل لها كده. يعني الحين انا حعود ازيد شوي بشوي لغايه لما اوصل للكميه اللي انا باغا بتاع المي، يعني ثقيله الثقل اللي انا بدي خلاص. انا حخلصها وحرجع لكم عشان تشوفوا شو كيف بعمل ثاني.
وهاي الثوق الاخوات اللي بوصل له، شفتوا حنا بنحبها كده، ما بنحبها خفيفه كتير، وما حطبخها، حوريكم شو حعمل ثاني اخواتي. الحين بعمل الثوم اللي قبل شوي وريتكم، بتحطوا له شويه زيت وتخلوه يتقلي. وبالنسبه للرز الحين قولوا عدى تقريبا 20 دقيقه او ربع ساعه، حفتح عليه ووريكم شو المفروض تعملوا له، يعني ولا فتحت عليه ولا لمسته، الحين حتيجوا الجوانب بس وتعملوا كده، يعني تخلوه يتهوى، يعني توسعوا ما بين حبات الرز بس، ما تحركوه بس كده لانه بيكون ضغط على بعض، بس كده وتخلوه تاني. شفتوا كيف؟ وبعد شوي حرجع اوريكم، والحين بحمر الثوم وحرجع اوريكم شو حعمل بالملوخية. والحين اخواتي حوريكم كيف بعمل الثوم، يعني الثوم هاي بعد ما تحمر اوكي، باخذ طنجره بصب عليه الملوخيه اوكي. شفتوا كيف؟ يعني مو محتاجه اطبخها، وبعدين برجع اصبها هين. شفتوا ما شاء الله لونها اخضر مثل الحنه، بتجنن، عشان شويه السكر اللي حطيت فيها. شفتوا؟ وبرجع ثاني احطها هنا، وبعد اقلبها بهاي الطريقه لغايه لما الثوم يتفك. شوفوا ما شاء الله لونها بيجنن، وخلاص ما حطبخها فوق النار اوكي. يعني هاي الطريقه بتحافظوا على الفوائد الغذائيه اللي فيها، وبتطلع طيبه مثل المطاعم، ان شاء الله تكون عجبتكم. خلاص الحين شفتوا قلبتها وثاني وثالث ورابع في المقلات، شفتوا لونها اخضر بيجنن، حغطيها وخلاص ما تحطوها فوق النار تستوي. اخواتي الحين الدجاج جاهز، جبت لكم سر من اسراري، فعلا الدجاج بيطلع لذيذ جدا قبل ما احمره، بحط فيه شويه مستارده، فعلا بتطلع لذيذه جدا مع الدجاج بس شوي، حتشوفوا كيف. يعني جربوها وحتدعوا لي، الدجاج قبل ما تحمروه حطوا شويه مستردة، بتمشي كتير مع الدجاج، وفركوه بها، حكوها كده شويه، يعني عشان بايديكم مو او بالفرشه، انا بستعمل ايديا. وبعدين بدخلوا الفرن، مستردة بتعطيه طعم، شو حقول لكم بصراحه روعه، حتحسوا بالدجاج لذيذ، بس ما بتعرفوا لانه المستردة هاي حتتحمر جوا الفرن، الدجاج حيمتصها حيصير طعمه مش معقول بصراحه، بتطلع لذيذه. هاي السر من اسراري بعملوا الدجاج، يعني حتى الدجاج لما بحشيه قبل ما دخلوا الفرن حمارو، كل شيء كل شيء بعمل ان شاء الله في المستقبل، حتشوفوا حلقات حعملها ان شاء الله بخصوص الدجاج لما بحشيه بالطريقه المغربيه او بالطريقه العربيه ان شاء الله. شفتوا هو الدواجن بيمشي معاهم المسترد. الحين حدخلها الفرن، حخليهم يتحمروا وحرجع لكم ان شاء الله. والحين اخواتي الغداء جاهز مثل ما بتشوفوا، هاي الرز بتاعنا، رز بالشعريه البنات، شفتوا ما شاء الله كل حبه لوحدها، انا بقربه لكم باش تشوفوا. شفتوا ما شاء الله ولا معجن ولا شيء، يعني الطريقه اللي قلت لكم استعملوها، استعملوا اول مره كل كاسه كاسه وربع، لانه كل رز وشو بيحتاج اوكي. ولو لقيتوه ناشف شويه، يعني لما تعضوا الرزايه بتلقوها من جوا يابسه، المره اللي بعدها اعملوا كل كاسه بكاسه ونص، وفي رز بتاع كل كاسه بكاسه، المهم انا كده، المهم يكون اعلى منه بسنتي مثل ما قلت لكم. شفتوا ما شاء الله، وهي طبعا الدجاج بتاعنا المستردة، لما تدهنوا بها الدجاج فعلا بيطلع رهيب، ولا بيقول لي انا ما بحب مستردة اصلا، لما بتدهنوا بها الدجاج وتدخلوا الفرن. الحين خليت زوج يذاقوا كمان، ما بياخذوا بالهم انه يعني المذاق تاع مستردة بيروح، بتصير في لذة في الدجاج ما حصلتش الدجاج المحمر، السر بتاعه هو المستردة قبل ما تدخلوها الفرن، يعني لا موطارد. وهي طبعا الملوخية بتاعتنا، الملوخية طبعا في الطاجين المصري، شفتوا ما شاء الله خضرة بتجنن، يعني انصحكم بتعملوها بالطريقة اللي قلت لكم، وطبعا انتو بتاكلوها تعصروا عليها ليمون. وطبعا عشان يكون الغداء بتاعنا كامل بروتين مع نشويات مع ملوخية، لازم السلطة. هاي السلطة بتاعتنا عملت فيها بفلفل اسود وزيت الزيتون
والخل وزيت الزيتون والخل والملح. ممكن تحطوا الليمون بدل الخل، اوكي، لانه انا بحب الحموضه بتاع الخل مع الملوخيه. وان شاء الله تكون اكلتنا عجبتكم اليوم. واليوم كان غدانا من مصر، وان شاء الله الحلقه الجايه حيكون غدا ثانيه او وجبه طبخه ثانيه من دوله ثانيه. وشكرا على المشاهده، واللي ما اول مره بيزور قناتي ما تنسونيش بدعمكم سبسكرايب ابوني او لايك. وشكرا على المشاهده والى اللقاء.